مرحبا يا حلوين، اليوم بدعمل انا وياكم كيف نسلق البيض بكيس النايلو. عنا بيض نايلو، هيدا خاص للحرارة، ملعقة طعام زيت وكاسة فاضية. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي منحط كيس النايلو بهيدا الشكل، كمان ندهن شوية زيت. نحط البيضة. بسم الله. كمان منجهز خيط، نسكر الكيس منيح. طريقة غريبة بس بعتقد رح تعجبكم ان شاء الله. بلف الكيس شوي عشان اتأكد ما يظهر البيض ابدا لبرا. هلا نربط الخيط. بربط الخيط منيح. يعني شو طريقة غريبة وجديدة رح ينبسطوا فيها اللي عندهم أطفال كتير. بهيدا الشكل لأعمل الباقيين نفس الطريقة. فكرة ممكن ملاحظة، نحط بقلبها قبل ما نسلقها، بس نحطها هون بالكيس، نحط بقلبها بهار وملح. بس انا حبيت اعملها على الطريقة مثل ما نسلقها كأنها بقشرة. واخر شي رش على الوجه عليها بعد ما تنسلق بهار كمون ملح. كمان منسكرها. نفس الشيء نلف عليها الخيط. بعد ما حطيناهم بالكاسات بالنايلو بهذا الشكل بدنا نحطهم بالماء. بسم الله. هلا نحطهم بالماء.
ممكن اعمل كمية اكتر، عرفتوا كيف؟ يعني كأنه عم نسلق البيض العادي. هلا بتركهم ينسلقوا عمهل. مثل ما شايفين بلش البيض ينسلق معنا. هلا بتركهم كمان ليخلصوا، بنرجع منشوفكن. هول البيضات بعد ما استووا سلقناهم 15 دقيقة. منطفي الغاز، كمان بشيلهم من المي المغلي. كمان بدنا نشوف مع بعض كيف طلعوا. بسم الله. هيدا الشكل. على فكرة بيبردوا بسرعة، ما بياخدوا وقت كتير ليبردوا. بدي رش عليهم شوية كمون، أكيد الكمون حسب الرغبة. كمان ملح. فلفل أسود. منزين شي خفيف بهيدا الشكل. عرق نعناع خفيف. وإذا حبينا فينا نحط كبيس، يعني بيعطي شكل حلو كمان. هولي اخدوا بالسلق 15 دقيقة. كمان بدنا نشوف كيف طلعوا مع بعض من الداخل. بسم الله. واو، كتير رائعين. هيدا شكلهم من الداخل، استوت كتير منيح. اذا بدنا اياها تبقى شوي ني، شو بنعمل؟ بنسلقهم 7 دقايق فقط. هيدي طريقة سلق البيض اللي عملتها انا وياكم بكيس النايلو. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. باي باي.